السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا عمار المازني، طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهذا المقطع من سلسلة حلول الأولد إكزام من مبادرة أرشفة، إحدى مبادرات جدوى. واليوم بإذن الله بنشرح لكم أولد إكزام ماث 1 أو 2 فاينل إكزام. السؤال الأول f of x equal the integral from minus x to 2x square root of t square plus 3 dt then the of x. فهنا راح نطبق ال FTC1 C1 واللي هي لما يكون عندك derivative لما derivative للانتجرال على سبيل المثال from h x الى g x f t d t equal راح يكون عندنا ال f لل g x multiplied derivative لل g x minus طبعا لو وجد ال g x لانه ممكن يكون عندك ال g x number ممكن يكون function زي اللي موجود عندك في السؤال. لما يكون نمبر راح يكون الحد كامل راح يكون زيرو، الحد كامل راح يكون زيرو. فهنا راح يكون عندنا الفورمولا طبعا راح تكون اف خلي اكتبها تحت افضل راح يكون الماينس اف اتش اكس ملتبلاي ديريفاتيف للاتش اكس هذه الجنرال. طيب فراح نطبق الفورمولا على السؤال اللي عندنا فراح يكون ديرفيتيف للاكس راح تساوي اف راح نعوض داخل الاف الجي اكس اللي هي 2 اكس فراح يكون عندنا 2 اكس سكوير بلس 3 وديرفيتيف ال 2 اكس راح يكون 2 طيب ماينس راح نعوض بال h x داخل الفانكشن فال h x هي عبارة عن ماينس x فراح يكون عندنا ماينس x سكوير بلس 3 ديرفيتيف الماينس x هي راح تكون ماينس 1 ماينس 1 فراح يكون عندنا derivative لل of x equal square root of 4x square plus 3 multiply 2 طيب plus لأن عندنا هنا minus مع minus ف plus square root of x square plus 3 وهذه هي الفاينل انسر والجواب هو A. السؤال الثاني the integral 4x to power minus 5 ln x dx. طيب فهنا راح نستعمل البايبارت استراتيجي فالفورمولا للبايبارت هي ال I equal U V minus the integral v multiply du فهذه هي الجنرال فورمولا فراح نطبقها فعندنا هنا راح ناخذ اليو as ln x و dv راح ناخذها as 4 to power x to 4 multiply x to power minus 5 فالdu راح تساوي 1 over x ال v راح تساوي راح يكون عندنا x to power minus 4 over minus 4 وهنا عندنا 4 فراح يكون فراح تروح راح يكون عندنا minus 1 over x to power 4 جميل فراح نطبق الفورمولا i equal u multiply v راح يكون عندنا minus 1 over x to power 4
لين اكس ماينس ذا انتجرال. طبعا هنا عندنا راح يكون في ملتبلاي دي يو، فعندنا هنا ماينس وهنا ماينس في نفس الفورمولا، راح يكون عندنا راح يصير بلس. طيب فلما نضرب شو يطلع عندنا الحين؟ راح يطلع عندنا 1 اوفر اكس تو باور 5 دي اكس. طيب او نقدر نستبدلها ب اكس تو باور ماينس 5، نقلبها يعني عشان يكون اسهل في الانتجرال. فالاي تساوي 1 ماينس 1 اوفر اكس تو باور 4 لين اكس بلس. فهنا راح يكون الانتجرال راح يكون اكس تو باور ماينس 4 اوفر ماينس 4، فراح يكون بلس سي طبعا ايكوال ماينس 1 اوفر اكس تو باور 4 لين اكس ماينس 1 اوفر الماينس اللي هنا طبعا ماينس 1 اوفر 4 اكس تو باور 4 بلس سي. فهذا هو الجواب، هو الفاينل انسر، والجواب هو A. السؤال الثالث: the improper integral from e to infinity 1 over x ln x all square dx. طيب فهنا عندنا ال improper integral limit راح نحط t على سبيل المثال as approach infinity، راح نستبدلها ب t e to power 1 over x لين x سكوير dx. فهنا راح نستعمل السبستيتيوشن، راح ناخذ على سبيل المثال u equal لين x، فراح يكون عندنا الديرفيتيف لليو 1 over x. فلو نلاحظ هنا موجود عندنا ال 1 over x واليو موجودة كذلك اللي اخذناها، فراح نغير الحدود وكذلك راح نعوض بالتعويض الجديد، يعني راح نحولها الى يو. فراح يكون عندنا طبعا راح نخلي الليمت للاخير، ف فراح نعوض راح نغير الحدود، فراح تكون انتجرال لن لن تي، والحد الثاني راح يكون لن اي اللي هو 1. فراح تكون 1 اوفر اكس عباره عن دي يو اوفر لن اكس سكوير، هي عباره عن يو سكوير. طيب فالانتجرال راح يكون لها لن تي 1 يو تو باور ماينس 2 دي يو، ف راح تكون يو تو باور راح بلس 1 راح يكون ماينس 1 اوفر ماينس 1، فراح تساوي ماينس 1 اوفر يو. طيب فروم 1 تو ان تي، فراح يكون 1 اوفر ماينس 1 اوفر لين تي بلس، لانه عندنا ماينس ماينس بلس 1 اوفر 1 1. طيب الحين راح نضيف الليمت، لما نوصل لاخر خطوة راح نضيف الليمت. طيب فلما نجي نعوض بانفينيتي نلاحظ ان ماينس 1 اوفر انفينيتي ماينس 1 اوفر انفينيتي راح يعطينا 0، راح يكون 0 فراح يساوي 1 1. الانسر هو A. السؤال الرابع: the integral x square multiply square root of x plus 2 dx. طيب فهنا راح نستخدم substitution rule، فهنا راح نقول ال u equal x plus 2، فالderivative لل u راح تساوي dx. طيب فالderivative لهذه واحد، فراح يكون du equal dx. طيب فهنا بقى عندنا الاكس سكوير، كيف نجيبها بدلالة اليو؟
فراح نقول انه اليو ماينس 2 راح يعطينا اكس. فلما ناخذ اللي هو سكوير اللي هو الاس نخليها 2 باور 2 طيب، فراح يطلع عندنا اكس سكوير. فوجدنا الاكس سكوير والاكس بلس 2. فالحين نمثلها نعيد كتابتها بدلالة اليو، فراح يكون ذا انتجرال واي ماينس 2 سكوير ملتبلاي يو 2 باور هاف. فصارت مثلنا الحين عندنا باليو. فالحين راح نوزع نفكك هذه ونضربها باليو 2 باور هاف وبعدين نجيب الانتجرال. فراح يكون عندنا يو سكوير ماينس 4 يو بلس 4 ملتبلاي يو تو باور هاف دي يو. فهنا راح يكون عندنا نوزع، فراح يكون عندنا يو تو باور 2 بلس هاف، راح يكون عندنا 5 اوفر 2 ماينس 4 1 بلس هاف، راح يكون عندنا 3 اوفر 2 يو هنا بلس 4 يو تو باور هاف طيب دي يو. فالان راح نجيب الانتجرال، فراح يكون عندنا يو 5 اوفر 2 بلس 1، راح يكون عندنا 7 اوفر 2 ديفايد 7 اوفر 2 ماينس 4 يو 3 اوفر 2 بلس 1، راح يكون عندنا 5 اوفر 2 اوفر اللي هو الاس الجديد، راح يكون عندنا 5 اوفر 2 بلس 4 يو بلس 1، راح يكون عندنا 3 اوفر 2 ديفايد 3 اوفر 2 بلس سي طبعا. فهنا راح يكون عندنا 2 يو تو باور 7 اوفر 2 اوفر 7 بلس او عفوا ماينس 8 over 5 u to power 5 over 2 plus 8 over 3 u to power 3 over 2. طيب فهنا فقط نعوض مكان ال u اللي هي ال x plus 2، فما يحتاج نعوض، فقط الجواب واضح اللي هو a. السؤال الخامس، the integral from 0 to 2 pi over 4 sine square theta multiply tan theta d theta. طيب فهنا اول شيء راح نسويه نحن راح نفككها الى sine وكوساين بدلا من التان والساين عشان يسهل التعامل معها. فراح يكون عندنا the integral from 0 to pi over 4 sine square theta multiply التان هي عبارة عن sin theta over cosine theta. فراح يكون عندنا the integral from 0 to pi over 4 sin cube sin cube theta over cosine theta. فهنا راح نفصل sin cube، راح نخليها sin multiply sin square. Right, and then the integral from 0 to pi over 4 sine multiply sine square theta over cosine theta. طيب عفوا d theta. فهنا راح يكون عندنا راح نفكك كذلك sine square هي عبارة عن 1 minus cosine square theta. فراح يكون عندنا the square the integral from 0 to pi over 4 sine theta multiply 1 minus cosine square theta over cosine theta. فهنا الواضح عندنا ان احنا نقدر ناخذ الكوساين as u والديريفيتيف حقها موجود. فلو اخذنا اليو equal cosine theta، فالديريفيتيف للكوساين راح يكون minus sine theta. ف
راح نخلي الصين هنا برا. طيب فنلاحظ ان الصين موجود عندنا، وكذلك هنا نقدر نعوض بالكوساين، فراح تكون كالتالي. طبعا راح نغير الحدود، فراح يكون عندنا الحدود كوساين باي اوفر 4 راح يكون سكوير روت اوف 2 اوفر 2، كوساين 0 راح يكون 1، فراح يكون ديريفاتيف فروم 1 تو سكوير روت اوف 2 اوفر 2. هنا راح يكون عندنا 1 ماينس يو سكوير اوفر يو دي يو، فراح يكون عندنا طبعا ماينس، لا ننسى الماينس. طيب فراح يكون راح نوزع الباست على المقام، فراح يكون عندنا ماينس سكوير روت اوف 2 سكوير روت اوف 2 اوفر 2 وهنا 1، فراح يكون عندنا 1 اوفر يو ماينس يو، لانه يو سكوير اوفر يو يو، فالديريفيتيف راح يكون، فخلنا نغير الحدود نبدل بينهم عشان نقلب الإشارة، فراح عشان يكون أسهل، فراح يكون عندنا سكوير روت اوف 2 اوفر 2 وهنا 1، وهنا راح يكون بلس، فعندنا هنا انتجرال 1 اوفر يو راح يكون ان يو ماينس اليو راح تكون يو سكوير اوفر 2، ف راح عفوا هنا جبنا الانتجرال، فراح تكون الحدود from 1 to square root of 2 over 2. فهنا لما نعوض لن يو راح يعطينا 0 minus half. طيب والقوس الثاني طبعا هنا راح يكون minus بينهم، القوس الثاني لما نعوض لن راح يكون لن square root of 2 over 2 minus راح يكون عندنا square root of 2 over 2 all square over 2، فراح يكون عندنا minus half minus ln عندنا هنا 1 over أو عفوا 2 over 4 to power half. طيب بلس، لأن عندنا هنا راح نقول الماينس مع الماينس راح يكون بوزيتيف بلس، هنا لما نجيب اللي هو سكوير روت اوف 2 اوفر 2 تربيع راح يكون عندنا 2 اوفر 4 اوفر 2، فراح يكون عندنا ماينس هاف بلس، هنا راح يكون عندنا 1 اوفر 4 ماينس لين. هنا قوانين قوانين اللين الهاف راح يجي هنا، فراح يكون عندنا هاف لين هاف. طيب فراح يكون هنا الماينس هاف بلس بلس 1 اوفر 4 راح يكون عندنا ماينس 1 اوفر 4 بلس، هنا قوانين اللين كذلك نقدر نقلب اللي ما بداخل اللين ونغير الإشارة، فالماينس هنا راح يكون بوزيتيف هاف لين 2. طيب فهذا هو الفاينل انسر، والجواب راح يكون ايه. السؤال السادس the area of the region enclosed by the curves y equal cosine x and y equal cosine square x between x equal 0 and x equal pi. فأول شيء راح نمثل الحدود، فراح يكون عندنا ال x equal 0 وكذلك ال x equal pi. طيب فهنا عندنا ال cosine x راح تكون 0 عند ال pi over 2. طيب فراح راح تبتدي من عند الواحد، فراح تكون تقريبا بهالشكل، تقريبا راح تكون بهالشكل. طيب الكوساين سكوير كيف نعرفها؟ اول شيء نعوض بالنقاط، فلما نعوض الكوساين سكوير في باي اوفر 2 راح تعطينا 0،
راح تكون في هذه النقطة. هذا اللون أيوة راح تكون في هذه النقطة. لما نعوض ب زيرو راح تعطينا وان، فراح تكون هذه النقطة. لما نعوض في باي أوفر تو أو عفوا باي راح تعطينا ماينس وان تربيع، عشان التربيع راح تكون وان، فراح تكون هنا. طيب فبقى عندنا نقطة واحدة بس عشان نحدد اللي هي هذه الفترة، عشان نشوف هي فوق الكوساين أو تحت الكوساين. فنعوض بنقطة أقل من الباي أوفر تو، نعوض بنقطة اللي وهي نعوض بباي أوفر فور. فلما نعوض هنا بباي أوفر فور راح يعطينا هاف، لكن لما نعوض في الكوساين الكوساين اكس باي اوفر 2 باي اوفر 4 عفوا راح يعطينا سكوير اوف 2 اوفر 2 اللي هي اكبر من النص. فالكوساين سكوير راح تكون هي اللي تحت والكوساين هي اللي فوق، فراح تكون تقريبا بهذا الشكل فقط للتوضيح يعني. فهنا راح تكون الكوساين اكس، وهذه راح تكون الكوساين سكوير اكس. طيب فهذا على الاساس راح نجيب الاريا. فعندنا هنا فترتين، الفتره الاولى من الباي الى الباي اوفر 2، فراح يكون عندنا اللي فوق الكوساين سكوير، فراح يكون كوساين سكوير ماينس كوساين دي اكس بلس ذا انتجرال الفتره الثانيه فروم باي اوفر 2 الى 0، فراح تكون اللي فوق هو الكوساين ماينس اللي تحت اللي هي الكوساين سكوير اكس. طيب ف راح نبتدي الديرفيتيف عفوا الانتجرال اول وحده الفتره الاولى. فهنا الكوساين سكوير راح نستبدلها 1 بلس عفوا راح نستبدلها ب هاف multiply 1 plus cosine 2x عشان نقدر نجيب الانتجرال حقها. فراح تكون from by over 2 عفوا by، وهنا by over 2 have multiply 1 plus cosine 2x minus cosine x dx plus from 0 to by over 2 كوساين اكس ماينس هاف 1 بلس كوساين 2x. فراح نجيب الانتجرال الحين، فراح يكون عندنا هاف هنا راح يكون اكس بلس ساين 2x ديفايد 2 ماينس ساين اكس الانتجرال كوساين ساين. فراح تكون هنا الفترة from باي اوفر 2 to باي بلس اللي هي الفترة الثانية راح تكون ساين اكس ماينس هاف انتجرال، فراح يكون كومن فاكتور برا. هنا راح يكون 1 الانتجرال حقها اكس بلس ساين 2x over sin 2x over 2، وهذه راح تكون from 0 to pi over 2. طيب الحين راح نفتح قوس عشان التعويض plus. طيب فهنا لما نعوض اول شيء باي، اول شيء راح نلاحظ انه هنا half sin 2x لما نعوضها باي راح يطلع عندنا sin 2 باي اللي هي 0، فهنا راح يكون عندنا 0. طيب هنا لما نعوض كذلك باي في الساين راح يعطينا 0، فما راح يبقى عندنا الا باي ملتبلاي هاف، فراح يكون باي اوفر 2. طيب فراح يبقى عندنا فقط باي اوفر 2. طيب لما نعوض الفتره الثانيه اللي هي باي اوفر 2 هنا راح يطلع عندنا باي، فراح تكون 0. هنا راح يطلع هنا راح لا راح يطلع عندنا 1، ففقط هذه اللي راح تكون 0، فراح يكون عندنا half multiply by over 2
ماينس 1. طيب اللي هو الفترة الثانية راح نعوض باي اوفر 2. لما نعوض باي اوفر 2 هنا راح يعطينا باي 2 ملتبلاي باي اوفر 2 راح يعطينا باي اللي هي 0، فراح تكون 0 فقط، هذه راح تكون 0. فهنا راح يكون عندنا ساين باي اوفر 2 طبعا 1، ف 1 ماينس هاف باي اوفر 2 هذه نفس ما قلنا راح تكون 0. طيب القوس الثاني لو نلاحظ راح يكون عندنا 0، فالزيرو راح تكون راح القيمة كلها راح تعطينا 0، ما راح يكون عندنا أي عدد. فالحين فقط مرحلة تبسيط باي اوفر 2 ماينس باي اوفر 4 بلاس 1، هنا بلاس 1 ماينس باي اوفر 4، فهنا راح نكنسل، هنا راح يطلع عندنا باي اوفر 2، فراح نكنسلها مع الباي اوفر 2 طبعا راح تكون ماينس باي اوفر 2، فراح نكنسلها مع هذه فراح يبقى عندنا فقط 2، وهذا هو الفاينل انسر. السؤال السابع the volume of the solid obtained by rotating the region bounded by the curves x equal 1 minus y square and x equal 0 about the line x equal minus 1. فراح نمثلها اول شيء، راح يكون عندنا الـ axis of rotation راح يكون x equal minus 1، وراح يكون عندنا واحدة من حدود الرسمة راح تكون x equal 0. فالرسمة هنا راح يكون عندنا نقدر نخليها بداية الواي، راح تكون عندنا y equal plus negative 1 minus x، فالرسمة راح تكون جذرية فراح تكون بهالشكل تقريبا يعني. ف راح نستعمل راح افضل شيء ان احنا نستعمل اكس 6.2 اللي هو نستخدم الخط انه يكون عمودي على الاكسس روتيشن، فراح تكون 6.2. طيب فهنا لو نعوض اكس ايكوال ماينس 1 راح نعوضها هنا ماينس 1 راح يطلع عندنا بوزيتيف نيجاتيف 1 اللي هي قيمة الواي، قيمة الواي اللي هي التقاطع هنا راح يكون 1 وماينس 1 راح يكون هنا 1 وهنا راح يكون ماينس 1، فراح يكون الانتجرال طبعا باي 6.2 اللي هي طريقة 6.2 راح يكون from ماينس 1 to 1 r اللي هي الراديوس البيج راديوس ماينس r small ديو. طيب كيف نحدد ال r capital وال r small؟ طيب هنا عندنا المسافة ما بين الأخير إلى ال axis of rotation اللي هي هذه راح تكون ال r، والمسافة ما بين ال x اللي هي ال zero إلى ال axis of rotation راح تكون ال r small. ف راح يكون هنا عندنا ال r capital راح يساوي هنا الفانكشن اللي هي طبعا راح يكون كل شيء عندنا بدالة الواي لأنه عندنا du، فراح يكون 1 minus u سكوير اللي هي الفانكشن نفسها minus 1، فراح تكون 2 minus y سكوير، هذه ال r capital. ال r small راح تكون from 0 0 minus minus 1 فراح تكون 1، فهنا راح نطبقها في القاعدة. طبعا هنا عندنا from minus 1 to 1، فبما ان هنا عندنا الفانكشن even فراح نستبدلها ب by from 0 to 1 multiply 2. طيب فراح يكون عندنا ال r capital راح تكون 2 minus y square all square minus 1 square du، فراح نفككها هنا راح تكون عندنا 4 minus 4u square plus y to power 4 minus 1 the integral from 1 to 0 2 by
طيب فهنا راح يكون عندنا راح يكون عندنا 4 minus 1 راح تكون 2 باي the integral from 1 from 0 to 1 عفوا 3 minus 4 y square plus y to power 4. فهنا راح نجيب الانتجرال راح يكون 3 y minus y to power 3 4 over 3 plus y to power 5 over 5 from 1 to 0 multiply 2 by. فلما نعوض ب 1 راح يكون عندنا 3 minus 4 over 3 plus 1 over 5 multiply 2 by. طبعا لما نعوض بزيرو راح يعطينا كلهم زيرو فما كتبناه من الاصل. فهنا راح نوحد المقام راح يكون 15. فهنا راح تكون 45 minus 3 multiply 5 4 multiply 5 راح يكون 20 plus هنا راح يكون 3 فراح يكون عندنا 28 over 15 multiply 2 by فراح يكون 56 by over 15. والجواب هو A. السؤال الثامن if the length of the curve y equal 1 plus 2 x to power 3 over 2 x from 1 to 0 is L. طيب ال L يعني length length اللي بنجيبه راح يكون يساوي 2a over 27 فهو يبغى قيمة ال A. طيب فهنا الفورمولا اللي راح نستعمل لل length هي L length the integral from A to B square root of 1 plus derivative of x اللي هي f prime dx. طيب فهنا الفترة عندنا من 1 to 0 اللي هي ال a وال b وهنا عندنا الفانكشن اللي هي ال y اللي هي ال of x. طيب فاحنا راح ناخذ ال of x وراح نوصلها الى هذه النتيجة. طيب طبعا هنا عفوا هنا عندنا all to go all square. طيب احنا راح ناخذ الاوف اكس وراح نوصلها الى 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 هذه الطريقه يعني الى راح نجيب الديريفاتيف ونجيب السكوير ونحط عليها جذر وبعدين راح نجيب الانتجرال حقها. طيب فعندنا الاوف اكس شنو هي الاوف اكس هي 1 بلس 2 اكس تو باور 3 اوفر 2. فاول شيء الديريفاتيف راح تكون 3 multiply x 3 over 2 minus 1 راح يكون عندنا half. طيب راح نجيب الديرفاتيف عفوا السكوير راح تكون 9x. طيب فراح نزيد واحد للطرفين. طيب وراح ناخذ السكوير كذلك 1 plus of derivative x all square راح تساوي كم square root of 9x plus 1. طيب فهذه تساوي هذه فراح يكون عندنا the integral all equal the integral الفترة عندنا طبعا from 0 to 1. طيب موجود عندنا فوق اللي هي square root of 9x plus 1 dx. طيب فهنا واضح عندنا ان هي substitution فراح نقول u equal 9x plus 1 derivative of u 9 dx فراح تكون عندنا du over 9. طيب فهنا راح الحدود طبعا راح تتغير راح تكون 9 نعوض عنها ب 1 وكذلك نعوض عنها ب 0. فلما نعوض عنها ب 1 راح يكون 10 لما نعوض عنها ب 0 راح تكون 1. فالسكوير روت راح نعوض عنه ب يو تو باور هاف وراح يكون عندنا هنا كونستنت 1 اوفر 9 دي يو طبعا فالانتيجر راح يكون u to power 3 over 2 over
over 3 over 2. فلما نقلبها يعني لما يكون r 2 يكون مضروبة في اليو راح تكون 2 over 3. وهنا كذلك عندنا 1 over 9 فراح تكون from 10 to 1. طيب ف قبل ما نوزع اللي هو ال 10 وال 1 يعني نضربهم في اليو راح نضرب ال 1 over 9 في المعادلة عشان يكون اسهل عندنا في الاخير. فراح يكون عندنا 2 over 27 multiply u 2 over 3 over 2 from 10 to 1. ف عشان يكون عندنا مساحة اكبر. طيب فهنا راح نفتح قوسين لما نعوض ب 10 راح يكون عندنا 2 over 27 راح يكون عندنا 10 to power 3 over 2. لما نعوض ب 1 راح يكون عندنا 2 over 27 فراح ناخذ ال 2 over 27 common factor راح يكون عندنا 10 over 3 over 2 او نقدر نكتبها 10 equal root of 10 minus 1. طيب فهنا لو نلاحظ انه عندنا length قال لك انه a multiply 2 over 27 فهنا لو نلاحظ شنو ال a اللي هي مضروبة في 2 over 27 هذه لان هذا الناتج length كامل. طيب وهذا هو ال a. طيب فالجواب راح يكون A. السؤال التاسع: the area of the surface obtained by rotating the curve y square root of 1 half multiply x minus 1 y from 1 to 2 about the x axis is. طيب فالفورمولا بشكل عام هي S equal the integral الفترة عندنا هنا from 1 to 2 to pi. طيب فهنا كيف نعرف y او x؟ راح تكون about the rotation. اذا كان about x x axis راح تكون y, اذا كان about the y axis راح تكون x. فهنا about the x axis راح تكون y. طيب multiply 1 plus f prime. هنا كيف نحدد ال f prime اللي بالنسبه لي y او x؟ راح تكون حسب الفتره. اذا عندنا الفتره y راح تكون بالنسبه لي y, لو كانت الفترة عندنا x راح تكون f برايم x. طبعا هنا القانون يكون سكوير d بالنسبة لي y, لو كانت عندنا x راح تكون dx. طيب وهكذا. فهنا اول شي راح نحدد ال f y لان هذه عندنا f x, فراح نحدد f y راح نخليها بالنسبة لي x. طيب لان هنا عندنا هي بالنسبة لي y فراح نحددها بالنسبة لي x. راح نربع الطرفين راح تكون y سكوير equal half x minus half. طيب راح يكون عندنا y سكوير minus plus half of 1 multiply 2 هذه راح تساوي ال x. فيكون عندنا 2y سكوير equal x. فهنا راح طبعا هذه تساوي ال f y. فراح نجيب الديرفاتيف فال f y f برايم y equal 4y. طيب لما نربعها هتساوي 16 y سكوير. لما نضيف 1 وناخذ السكوير سكوير روت راح تكون سكوير روت اوف 16y بسكوير بلس 1. طيب فراح نعوضها هنا هذه تساوي هذه فراح تكون s equal the integral from 1 to 2 2 by y. هنا راح يكون عندنا سكوير روت اوف 16y سكوير بلس 1 dy.
فهنا راح ناخذ ال يو از 16 واي سكوير بلس 1. فالديرفيتيف لليو راح تكون 32 واي. فهنا راح تكون راح ناخذ ال 32 الطرف الاخر اوفر دي يو. فهنا راح يكون عندنا الدي يو هذه موجودة واليو هذه، فراح اللي يكون برا اللي هي 2 باي اللي فاكتور راح تكون 2 باي وكذلك 32. فراح تكون بهذا الشكل ال S equal 2 باي over 32. The integral طبعا راح تتغير الحدود، فراح نعوض ال 2 راح نعوض ال 2 في ال y وكذلك ال 1. ف 2 راح يكون عندنا 465، ولما نعوض ب 0 راح يكون عفوا ب 1 راح يكون 17، لانه هنا راح يكون 16 بلس 1 17. طيب فالفانكشن هنا راح تكون السكوير روت اللي هي يو تو باور هاف، هذه اليو تو باور هاف عشان تكون عندنا نفس ما هي موجوده، والواي هي عباره عن الدي دي يو. الواي هنا مع الدي يو، الواي مع الدي واي راح تكون عباره دي يو. طيب فهنا اللي راح نجيب الانتجرال راح يكون انتجرال واي تو باور 3 اوفر 2 multiply 2 over 3 from 65 to 17. طبعا لا ننسى الفاكتور اللي هو 2 by over 32. طيب راح يكون هنا عندنا راح نبسط، راح يكون عندنا 2 راح تروح ب 1 هنا راح يكون 16، هنا راح نبسط 2 راح تكون 1 وهنا راح يكون 8. فراح يكون عندنا u to power 3 over 2 over هنا by over 24 from 65 to 70. فراح نفتح قوسين فنعوض ب 65 راح يكون عندنا باي هنا راح نكتبها 65، خلينا نكتبها 65 باي سكوير روت اوف 65 لان عندنا 65 تو باور 3 اوفر 2 فراح نفصلها ف اوفر 24. طبعا هنا نعوض ب 17 كذلك راح نقدر نقول 17 راح نقدر نقول 17 باي multiply square root of 17 over 24. فهنا راح ناخذ الباي 24 common factor باي over 24 common factor، راح يكون عندنا square root of 65 multiply عفوا يكون عندنا 65 multiply square root of 65 minus 17 multiply square root of 70. وهذا هو الفاينل انسر، والجواب هو A. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عمر. بإذن الله راح نكمل الجزء الثاني من الفاينل اللي هو من السؤال العاشر إلى السؤال 21. عندنا السيكونس هذه ويسأل الخيارات تقول هل السيكونس هذه convergent أو divergent، إذا كانت convergent ف converges to which real number. الآن بما أنه يسأل عن convergence فنأخذ limit، يعني معناه أنه نتكلم عن سيكونس مو series، فإذا ببساطة نحسب limit للسيكونس معناها عند الانفينيتي عند المعنى نهاية، هل السيكونس هذه بتقارب إلى رقم معين ولا بتذهب إلى الإنفينيتي أو سالب إنفينيتي؟ هذا هو السؤال. بما أن التان عندنا هنا متصلة continuous فأقدر أدخل الليمت فتصير تان
limit as n goes to infinity 2n pi. طبعا صار السؤال الآن سؤال limit، بما أنه متجه إلى infinity فنأخذ leading coefficient على leading coefficient، فيصير هنا tan 2 pi على minus 8، طلع المينس برا لأنها دالة يعني فردية، يصير عندي pi over 4 يساوي minus 1، إذن الجواب هو A. سؤال 11، the first four non-zero terms of the Taylor series of f of x equals 8 ln x centered at a equals to r. معطيني خيارات. طبعا تذكر هذه الصيغة أو هذه اللي هي Taylor series expansion، يعني كيف إنك تعبر عن أي function عندك f of x بصيغة series of its derivatives centered at some point أو some given a. هنا معطى الـ a equals 2، فراح يكون عندنا في هذا الـ expansion كل a راح يكون 2. لاحظ إنه x minus a راح يكون x minus 2 هذه الصيغة، فما عندي مشكلة. هو يبغى first four non-zero، فوش اللي ممكن يكون zero؟ هذا الدالة عند a، فلازم نشوف. الآن f of x معطى عندي 8 ln x، تمام؟ طيب أحسب المشتقة الأولى، في برايم راح يساوي 8 over x، مشتقة ln x هي 1 over x. طيب المشتقة الثانية minus 8 over x squared اللي هي مشتقة 1 على x. المشتقة الثالثة تكون minus 2 ضرب 8، فبيصير minus مع minus يروح يصير 16 over x cubed. الآن هذه أول أربع حدود، لاحظ الحد الأول هذا، الحد الثاني، الحد الثالث، الحد الرابع بيكون بهذه الصيغة، وهنا ضرب x minus a cubed over 3 factorial. الآن إذا تأكدنا أنه ولا واحد من هذه الأربع حدود صفر، معناتها هذه الـ first four راح تكون من zero terms. طيب الآن f of 2 راح يعطيني 8 ln 2، هذا لا يساوي صفر، إذن تمام. طيب f برايم at 2 راح يساوي 4 برضو نان زيرو، وهنا نفس الشيء f دبل برايم راح يعطيني سالب 2، وهنا f تريبل برايم at 2 راح يعطيني 2. معناها نلاحظ انه كل الاربعة هذه نان زيرو، فاذا خلاص تكفيني هذه الاربعة، ما احتاج. لو كان واحد منهم زيرو راح احتاج اطلع اللي بعد هذا، راح احتاج اطلع المشتقة الرابعة لين اتأكد انه عندي first four non-zero terms of the Taylor series. الآن خلاص أخذ هذه الأعداد، هذه القيم، وأعوضها في الإكسبانشن اللي عندي. يصير عندي f of a و 8 ln 2 بعدين plus هذا at 2، فإذا عندي هنا اللي هو 4 times x minus 2، لاحظ إنه هذا لا زال موجود ما أتخلى عنه، بعدين minus 2 هنا على 2 فاكتوريال، فإذا يصير هنا على 2، يصير هذا 1، خلاص نحط هنا 1، x minus 2 squared اللي هو هذا الجزء، باقي عندنا الجزء الثالث اللي هو المشتقة الثالثة، plus 2 على 3 فاكتوريال اللي هي 6 ضرب x minus 2 minus a اللي هي 2 cubed، 2 على 6 تصير 1 over 3، ونلاحظ إنه هذا الجواب بالضبط مطابق للخيار A، وإذا الخيار A هو الصحيح. السؤال الثاني عشر، which one of the following statements is true about this series؟ والخيارات هي divergent أو absolutely convergent أو conditional convergent إلى آخره. نلاحظ هنا عندنا في الـ series هذه إنه الأس يوجد فيه N، فخيار جيد إني أجرب الروت تيست. لو افترضنا إن عندي series بهذا الشكل an، حلو، الروت تيست يقول إذا أخذت limits as n goes to infinity ال nth root ال absolute value of an وطلع عندي l، إذا كان l هذا أكبر من واحد divergent، إذا كان l يساوي واحد فعندنا test fails نقول no conclusion، إذا كان عندي l أقل من واحد ف absolutely convergent. معناها الروت تيست راح يعطيني يا الخيار A يا الخيار B، يا يعني انه بيعطيني انه divergent او بيعطيني absolutely convergent.
إذا كان no conclusion فأجرب تست ثاني. طب عندي هنا an هذه كل هذه an، إذا أخذت القيمة المطلقة راح يروح السالب، وإذا أخذت ال nth root راح يروح ال n اللي في ال s، فيصير عندي limit as n goes to infinity nth root of an under the absolute value equals limit as n goes to infinity هنا 2n over n plus 1 هنا s 5. طبعا إذا أدخل limit لأن الدالة هنا متصلة، فيصير limit as n goes to infinity 2n over n plus 1 وبرا أس 5. لاحظ أنه هذه n goes to infinity عندي rational functions، فالليدنج كوفيشنت على الليدنج كوفيشنت يصير عندي هنا 2 to the power 5. نلاحظ أنه هذا الشيء يساوي L، إذا L أكبر من 1، وإذا الجواب هو A series عندي divergent. السؤال الثالث عشر: on some suitable interval a power series representation of f of x this one is given by، معطيني الخيارات. solution: في هذا النوع من المسائل أبدأ بالصيغة المشهورة summation of f x x of n وأسوي construction للfunction اللي عندي. فنبدأ، عارفين إن 1 over 1 minus x equals from n equals 0 to infinity a summation of x of n اللي هو 1 plus x plus x squared إلى ما لا نهاية، طبعا لما يكون عندي ال x أقل من 1 عشان تكون convergent. الآن أنا أبغى أسوي construction للfunction هذه، فراح أبدأ بالمقام، أبغى أحول الصيغة هذه 1 على 1 ناقص x أخليها يعني تشابه هذه الصيغة، خلنا نقول 1 زائد 2x، تمام؟ ما سويت شيء، اللهم الواحد والتوكس بدلتهم. كيف ممكن أخليها؟ أقول إنه 1 over 1 minus minus 2x. لاحظ إنه هذه يعني كل x هنا بستبدلها ب minus 2x، فيصير عندي 1 على 1 ناقص minus 2x اللي هو هذه ال x بستبدلها ب minus 2x. أستبدل أيضا هنا في السيريز، يصير عندي from n equals 0 to infinity minus 2x to the power n. طبعا لاحظ ان الكونديشن هنا على x اللي هو انا استبدلته بminus 2x، فلازم اقول الكونديشن هنا يكون ايضا نفس الشيء. حلو، الان صار عندي انه 2x plus 1 هي نفسها هذه تساوي، ما سويت شيء بس راح احلل هذه، اوزع الاس عليهم يصير سالب 1 اس n، هنا 2 أس إن، وهنا X أس إن. طبعا هنا لما يكون X أقل من نص اللي هو هذا الكونديشن قسمت على 2 فقط. الآن أنا أبغى الفانكشن يكون البسط حقها X كيوبد، فأضرب الطرفين في هذه ب X كيوبد، فيصير عندي X كيوبد على 2X plus 1 equals the sum from 0 to infinity minus 1 power n 2 power n. ال x هنا x cubed راح اضربها في x في power n فاجمع الاسس ويصير عندي x n plus 3 والجواب هو a. السؤال الرابع عشر: عندي series معطاة بهذا الشكل والخيارات تقول هي لي convergent واوجد السم او انها divergent. عشان نحسبها خلونا نجمع او خلونا نضع الحدود اللي فيها n مع بعض. لاحظ انه 2n 2 to the power n plus 1 هي نفسها 2 times 2 to the power n، وهنا راح تكون 3 times 3 to the power minus 2n، تمام؟ فاذا السيريز راح تصير بهذا الشكل 2 times، باخذ الثوابت اضربها في بعض تصير 2 times 3 times السالب، هذا بيخلي 3 to the power 2 10 في المقام، و 3 to the power 2 هي 9 فيصير 9 والبسط هو هذا 2 و all to the power n. الآن 2 times 3 يساوي 6، فإذا نطلع 6 برا يصير n from 1 to infinity 2 over 9 to the power n. الآن هذه geometric series وتكون convergent لما يكون اللي ال common ratio أقل من 1، فال common ratio هنا اللي عندنا اللي هو يعني R أقل من 1
هل عندنا هل 2 over 9 أقل من 1؟ نعم. إذن هذه السيريز convergent. الآن عشان أوجد المجموع، بما أنها geometric series نعرف كيف نوجدها. يصير عندنا هنا 6 برا، بعدين المجموع هو الحد الأول على 1 ناقص الكومن ريشيو. فالحد الأول لما أعوض بإن يكوز 1 راح يطلع عندنا 2 over 9، وهنا 1 ماينس الكومن ريشيو أيضا هو R اللي هو 2 over 9. فإذا يساوي 6، هنا 4 2 over 9، وتحت الواحد هو 9 over 9، فيصير 7 over 9. 9 مع 9 تروح من المقام، يصير عندي 6 times 2 اللي هي 12 over 7، والجواب هو A. السؤال 15 معطيني سيريز معينة، يقول لي الـ S and Sn sub n is the nth partial sum of the series. Find the smallest number of terms n such that the absolute value of S minus Sn is less than 0.01. فإذا هذه يعني مسألة estimation ومعطيني الـ error. فإحنا عارفين موجود في الكتاب إنه إذا كان عندي بهذه الصيغة from n equals 1 to infinity minus 1 to the power n minus times bn. فإذا إذا كان عندي هنا bn، bn هذه بأخذها على جنب، لاحظ إنه هنا عندي minus 1 to the power n minus 1. فإذا عندي هنا bn equals 4 over n squared. عندي إنه s minus sn is less than or equal to bn plus 1. bn plus 1 هي نفسها sn plus 1 minus sn، تمام؟ ما عين من هذه الجزئية. الآن إحنا نبغى هذا يكون من يكون أقل من 0.01. فإذا عندي bn plus 1 لازم يكون أقل من 0.01، يعني راح تكون بهذه الصيغة، تمام؟ الآن عندي bn معطى أو إحنا طلعناها، فيصير عندي 4 over n plus 1 squared less than هذه 0.01 هي نفسها 1 over 100. فلما أخذ الجذر للطرفين يصير عندي 2 over n plus 1 less than 1 over 10. يصير عندي يعني أضرب طرفين في المقص، يصير عندي 20 أقل من n plus 1، يصير عندي n أكبر من 19. مع أن أكبر من 19 لاحظ أنها strictly greater than، ما في هنا يساوي، ما عندي يساوي. فإذا الجواب هو 20 اللي هو smallest n such that the error is less than 0.01، والجواب هو A. عندنا السؤال 16، if this function square root of 1 plus x cubed is represented as a plus bx cubed plus cx to the power 6 plus dx to the power 9 plus etc. with the absolute value of x less than 1, then find the sum of a and b and c and d. Remember the binomial series given in the book. طبعا يعني you have to memorize it. 1 plus x to the power k where k is a real number in R. This expansion. هذه الجزئية ما تهم، هذه الجزئية ما تهم. الايديا هي ان we will consider this function f of x equals 1 plus x to the power half which is this one except x cubed here is x. We will find its expansion this one and we will replace each x here with x cubed. So if we say that f of x is 1 plus x to the power half, then by the binomial series it's 1 plus k. K here is half. So half x plus half times half minus 1 over 2 factorial x squared plus half times half minus 1 times half minus 2 over 3 cubed plus etc. And the absolute value of x less than 1 in order to for this series to convert. الآن عندنا هنا نبغى نخلي هذه x x cubed، فيصير عندي خلينا نسميها function جديدة g of x يساوي 1 plus x cubed to the power half
راح تساوي 1 plus half x cubed plus هذه إذا حسبناها راح يطلع طبعا سالب 1 إلى 8 لأنه هنا عندي 2 والبسط هو سالب ربع فيصير هنا سالب 1 إلى 8 x to the power 6 هنا عندي تربيع والفانكشن أساسا فيها x cubed هنا أيضا نفس الشيء راح يطلع 1 over 16 x to the power 9 plus etc with root values less than 1 إذا هذا A وهذا B وهذا C وهذا D لما أجمعهم equal 1 plus half minus 1 over 8 plus 1 over 16 واحد المقامات هنا plus 8 minus 2 plus 1 over 16 والجواب هو A 23 على 16 السؤال 17 The interval of convergence of this power series given is ومعطيني خيارات as intervals عشان نورد الـ interval of convergence نستخدم الـ ratio test تمام؟ الآن solution الـ ratio test يقول الـ limit as n goes to infinity of a n plus 1 over a n under the absolute value if it is equal to some real number l then if l is less than 1 a n or the series of a n is convergent الآن بناخذ a n plus 1 طبعا لاحظوا انه في عندنا absolute value فهذا الجزئية راح تروح فإذا راح نقول الـ limit as n goes to infinity absolute value x minus 4 to the power n times x minus 4 حلو اللي هي n plus 1 باختصار وهنا عندي 3 times 3n وهنا عندي n plus 2 لأنه كل n استبدلتها بn plus 1 times an بما أنها كل مقام فراح أقلبها فراح يصير عندي هنا 3 to the power n times n plus 1 over x minus 4 to the power n طبعا لاحظ أنه هذا بيروح مع هذا 3 to the power n مع 3 to the power n حلو يصير عندي يساوي limit as n goes to infinity n plus 1 over 3 n plus 2 times x minus 4 بما انه عندي rational functions ونفس الدقيق باخذ leading coefficient فيصير عندي هنا 1 over 3 times x minus 4 عشان تكون convergent لازم تكون هذه اقل من 1 فأضرب الطرفين في 3 يصير عندي هنا x minus 4 less than 3 طبعا absolute value فيصير موجب أو سالب يصير سالب 3 x minus 4 3 يصير عندي هنا أضيف 4 على الطرفين يصير 1 و x 7 الآن الـ ratio test ما يعلمني لما l هذه if l equals 1 no conclusion فالآن أنا أحسبها بمعنى at x equal 1 هنا وش عندي و at x equal 7 إذا عوضت في الـ series هذه الرئيسية إذا عوضت في x equal 1 راح يصير عندي هنا minus 3 to the power n حلو الماينس مع الماينس بيروح هذه خلونا نحسبها if x equals 1 we get from n equal 0 to infinity minus 1 power n times minus 3 power n over 3 power n times n plus 1 لاحظ انه هذه minus مع minus بيروح هذه بيصير 1 وهنا 3 to the power n مع 3 to the power n يصير عندي to infinity n plus 1 هذه تساوي لو احنا بنغير ال n هذه بنخليها بنضيف عليها 1 فبتصير from n equals 1 to infinity 1 over n حلو لأن إذا زودنا واحد هنا ننقص من ال n يعني صارت هذه زودنا n plus 1 هذه تصير n minus 1 فالواحد مع الواحد يروح يبقى عندنا هذه أو إذا لخبطك عادي استخدم limit comparison test أو comparison test المهم إنه هذه السيريز راح تكون divergent لأنها harmonic series أو ناتجة من harmonic series اللي هي 1 over n
الآن نبغى نشوفها تكس إيكوال 7 راح نحصل على هنا 0 to infinity نفس الشيء لكن بيكون عندي minus 1 to the power n times 3 to the power n over 3 to the power n over n plus 1 times n plus 1 هذه مع هذه بتروح بيصير عندي to infinity minus 1 to the power n over n plus 1 حلو؟ الآن إذا استخدمنا الـ alternating series test إذا كان عندي bn goes to 0 as n goes to infinity لاحظوا أن عندي هنا bn هي هذه خلينا نقول كذا bn equals 1 over n plus 1 الليمت لما n goes to infinity بيعطيني صف infinity في المقام فيعطيني bn equals 0 فإذا الجزء الأول متحقق الجزء الثاني هنا تكون decreasing نلاحظ أنه إذا bn plus 1 is less than bn لأن إذا زودنا في المقام يعني 1 على n plus 2 is less than 1 على n plus 1 كل ما كان المقام أكبر تكون القيمة كاملة أصغر فإذا هذه convergent by alternating series test إذا نقدر نقول x or the series is convergent whenever x in the interval هنا 1 open لأنه at 1 is divergent 7 closed لأنها convergent والجواب هو A سؤال 18 سؤال جميل given this series then find its sum if it's convergent or show that it's divergent لاحظ أنه عندي في البسط في إشارة سالبة فراح يكون فرق بين حدود ف شيء جميل اني اعتبر انها تكون تلسكوبينج او اشوف هل هي تلسكوبينج او لا نلاحظ ان المقام ممكن يكتب بهذه الصيغة يصير عندي هنا n plus 1 over cubed minus n cubed على المقام هو n تربيع ناقص n زائد n الكل تكعيب فلو اخذت من داخل n على المشترك يصير عندي هنا n ضرب n plus 1 الكل تكعيب أوزع التكعيب عليهم يصير n تكعيب ضرب n plus 1 تكعيب تمام الآن صار عندي هنا n تكعيب ضرب n plus 1 تكعيب الآن أخذ السالب هذا أوزعه عليهم فيصير عندي summation to infinity هنا n minus 1 cubed على n cubed times n plus 1 cubed minus n cubed على n cubed n plus 1 cubed لاحظ هذا مع هذا بيروح هذا مع هذا بيروح بيصير عندي شكل السيريز 1 على n cubed minus 1 over n plus 1 all cubed خلونا نشوف الحدود الأولى إذا عوضت باثنين بيصير عندي 1 على 2 تكعيب ناقص 1 على 3 تكعيب تمام زائد إذا عوضت هنا بثلاثة يصير واحد على ثلاثة تكعيب ناقص واحد على أربعة تكعيب إلين في الأخير يصير عندي واحد على n تكعيب ناقص واحد على n واحد بلس وان all cubed لاحظ إنه كل حد في النهاية يتكنسل مع اللي بعده يعني نهاية السم الأول يتكنسل مع نهاية السم مع بداية السم الثاني فهذا مع هذا بيروح وهذا مع هذا بيروح واللي هنا بيروح مع اللي هنا بس بما ان هذا ما في بعده شيء فما راح يتكنسل فراح يكون عندي المجموع يساوي 1 على n cubed minus 1 over n plus 1 cubed لما اخذها الى infinity as n goes to infinity هذا بيروح بيصير 0 يصير عندي الجواب 1 over 2 cubed اللي هي 8 minus 0 فإذا it's convergent with sum is 1 over 8 والجواب سؤال 19 root one of the following statements is false if a n is greater than 0 for all n greater than or equal to 1 and the summation of a n is convergent then which one of the following statements is false خلونا نبدأ من فقرة B إلى E بالنسبة لفقرة B فقرة B is true Why? Because we are given that an is convergent. تمام؟
ولاحظ انه اي ان بوزيتيف. فاذا كانت اي ان اف اي ان is convergent، وبما ان لاحظ انه الابسولوت فاليو يعني السميشن هذا يساوي اي ان. ليش؟ لانه اي ان كل الحدود موجبة، فاذا نقدر اقول انه السميشن هذا converge absolutely، فهنا absolutely convergent. واي summation يكون absolutely convergent فاذا هو بالطبيعي بيكون convergent when minus 1 to the power n. تمام؟ فاذا بما ان الحدود كلها موجبة فاذا اقدر اقول انه absolute value متحقق الشرط، فاذا هو absolutely convergent، فلما اضربه في سالب 1 to the power n راح يظل convergent. فاذا هذا الخيار الفقرة B صحيحة. بالنسبة للفقرة C، بما أنه معطى أنه convergent، if the series is convergent then the limit of its sequence or its partial sum a n should be goes to should be zero when n goes to infinity. حلو، لأنه if not if the limit as n goes to infinity of a n is not equal to zero then the summation a n diverges. لكن هنا قال لي انه convergent، قال انه هذا هو مو divergent، هو convergent اكيد، فالليمت هذا لازم يساوي زيرو. تمام؟ فاذا خيار سي صحيح. الخيار دي هو نفس الشيء، نفس خيار سي بس اقلب، يعني الليمت as n goes to infinity 1 over a n هذه لا تساوي صفر، لأنه هذا راح يكون صفر في المقام فراح يكون infinity. إذا summation هذا 1 over n is divergent، إذا الفقرة دي صحيحة. الفقرة A نلاحظ أنه A A n هذه أقل من، أو عفوا هنا n plus أقل من A n، إذا summation of A n أقل من summation of a n. بما أن هذا معطى أنه convergent فإذا هذا convergent by comparison test، فإذا الفقرة A صحيحة. الآن نجي ليش الفقرة A خاطئة. لاحظ أنه sin n هي بين ال minus 1 وال 1 فهي أقل من 1، إذا نقول أنه هنا فإذا إذا ضربت في a n يصير عندي sin n في a n أقل من أو يساوي a n. الآن لما أخذ الـ summation يصير عندي summation sin n is less than or equal to the summation of a n. بما أن الكبير convergent معطى أنه convergent فإذا هذا لازم يكون convergent by comparison test. لكن الخيار يقول divergent، إذا الفقرة a هي اللي فيها false statement والجواب هو a. السؤال العشرين معطيني summation بهذه الصورة minus 1 to the power n times pi to the power 2n over 4 to the power n all multiplied by pi over 2 times 2n plus 1 all factorial minus 1 over 2n all factorial. الفكرة هنا انه يبغاك تستخدم هذه الصورتين للساين والكوسين. طبعا تذكر انه الساين هو minus 1 to the power n x وبعدين الأس فردي والفاكتوريال فردي، والكوساين نفس الشيء minus 1 to the power n x الأس زوجي والفاكتوريال زوجي. حلو، طيب الآن خلونا نكتب الـ summation بهذه الصورة minus 1 to the power n. لاحظ أنه 4 هي 2 أس 2 to the power n أو أس 2n، فيصير عندي هنا أقدر أكتبها pi over 2 all to the power 2n. حلو، هنا 2 هذه باخذها في البسط عادي تصير pi over 2، المقام هنا 2n plus 1 factorial وهنا 2n factorial. الآن بوزع هذه يصير عندي n from 0 to infinity الحد الأول. لاحظ انه pi over 2 هنا أس 1 وهنا pi over 2 أس 2n، فراح أجمع الأسس لأني بضربهم فيصير هنا minus 1 to the power n وهنا بيصير pi over 2 2n plus 1 والمقام 2n plus 1 factorial.
هنا ماينس. نفس الشيء بوزع هذه الجزئية على الحد الثاني، يصير عندي ماينس 1 to the power n times pi over 2 2n over 2n factorial. لاحظ انه هذه بالضبط صيغة الساين، وهذه بالضبط صيغة الكوساين، لكن الاكس هنا والاكس هنا هي pi over 2، فاذا هي بتصير ساين pi over 2 minus cosine pi over 2 واللي هي تساوي 1 minus 0 equals 1 والجواب هو A. السؤال 21 معطيني تكامل x over 3 times cosine of x cubed over square root of 3 dx والحلول كلها بصيغة السيريز. فإذا راح نحول ما داخل التكامل إلى صيغة مجموع أو صيغة سيريز ومنها نوجد التكامل. نعرف أنه الكوساين x يقدر نعبر عنه بصورة ثانية اللي هي minus 1 to the power n times x الحدود الزوجية في الأس على الحدود الزوجية فاكتوريال في المقام، تمام؟ إذا مكان ال x هنا بنحط x cubed over square root of 3، فيصير عندي كوساين. راح نبدأ نبني الفانكشن اللي عندي في التكامل، فيصير عندي minus 1 to the power n. الآن x هذه 2n، حلو، بيصير عندي x cubed times 2n بيصير x to the power 6n، و square root of 3 لما مع الاثنين بيصير مجرد انه ثلاثة، يعني ثلاثة اس ان، ومع انها في المقام راح تصير هنا times 2n factorial، تمام. الان بضرب في x over 3، عندي x over 3 times cosine x cubed over square root of 3 equals the same series، بس انه ادور على كل x اضربها ازود عليها اس واحد، وكل ثلاثة ازود عليها اس واحد، بس عندي x 6n plus 1 وهنا تحت 3n plus 1 2n factorial. الان باخذ التكامل، يصير عندي تكامل x over 3 cosine x cubed over square root of 3 dx يساوي، لاحظ انه هنا عندي dx في التكامل، فاذا انا ما يهمني الا الحدود اللي فيها x، فاذا هنا اقدر اخذ السميشن كله برا اللي فيه n فقط، هنا 1 على 3n plus 1 او 6 plus 1 هنا 2n، تمام. والتكامل راح يكون فقط الجزئية اللي فيها x، تمام. الان بيصير هذا يساوي n from 0 to infinity minus 1 to the power n 1 over 3n plus 1 times 2n factorial times تكامل x، x أس أي حاجة أزود عليها واحد وأحطها في المقام، فيصير هنا x أس 6n plus 2 over 6n plus 2 from 0 to square root of 3. طبعا عند 0 بيصير كل حاجة 0، فخلاص ما نحتاج نحسبها. يصير عندي هنا n from 0 to infinity minus 1 to the power n 3n times 3، هذه 3n n plus 1 خليها 3n times 3 times 2n factorial. الآن هذا الجزء لما أعوض عنه بسكوير روت اوف 3، خلونا أول شيء الأس، الأس هو 6n plus 2، ناخذ منه 2 عامل مشترك، يصير 2 هذه الصورة. فلما أقول جذر 3 أس 2 ضرب 3n plus 1، الأس هذا التربيع مع الجذر بيروح، بيصير 3 أس 3n plus 1، بتصير 3 أس 3n ضرب 3، حلو؟ إذا هذه الجزئية هي اللي في البسطة عندي، فعندي هنا 3 أس 3n ضرب 3، هذه مع هذه بتروح، طبعا عندي هذه في المقام، فهنا يصير 6n plus 2، وهنا
3n في البسط وn الوحدة في المقام فيصير 2n في البسط، يصير عندي n from 0 to infinity minus 1 to the power n في البسط 3 to the power 2n، أقدر أخليها 9 to the power n، لأنه 3 to the power 2 هي 9، والمقام كنا هذا راح، يصير عندي هنا 2n factorial times 6n plus 2، والجواب هو 8.